نسيت الحلقة صوتي انا صوريك الله اسمك ملاك الله انا عقدت واحد شنو اسمي شو ملاك حلم في حاجة من غير الوالدين عقدوا هذا المحتوى ما مديوش باش يتخاد بجديه هو فقط اللي تضحك وتشرفيه وما تنساش راك انت اللي خساري تتفرج فينا ماشي فرضنا عليك ولكن شي انت ولا انت باغي تخلقوا معنا وتباركوا الفيديو الجاي غتلقاو الفورمولا في الديسكريبسيون عمروها وخليو الباقي لينا عفوا لك يديروا معاهم السياسات دابا صح غتفكس مني ياك نعم عاود ثاني عرفت هذا الكونسيبت هذا الجديد غادي تكونوا بجوجكم جالسين ودوك لي كارت واحد لي كيسيون ماشي شنو كيدير هذا ما راه فاهم معاك الفرد لك فهم دابا لي فاب دابا شنو هي اكثر تجربه اثرت فيك في حياتك اكبر تجربه اثرت فيك في حياتك في شنو وزيد انا سخون هي من لما تولي الوالد ندير الله يرحمه فضلا الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين زين ماشي مشكل وجه لها شي رساله وجه لها شي رساله يلا تفضل يلا عنيفة اكيد هي بحثي هي شنو باغي انت شنو باغي شنو بلاش بلاش دابا انت شنو باغي القلب ديالك باش انا نوجه لك شي رساله صافي سيدي فيزيكمون شنو زعما شنو ما عرفتش شنو رساله الحب فهمتي هادشي علمك بغينا نعرفو هي شنو باغي باش انا نوجه لها رساله شنو باغي القلب ديالك هي باغي شي ولا غير اه يبغى الشيلو الرساله ديالي انا زعما انا كنت باغاك انت باغاك انت زعما باغي من القلب ديالها مالك صوت حنين واش ايمن بروك لك رجع شي الجوع حبيبي ان شاء الله التوفيق كرتي لي الباقي الوحيد اللي ما لعبتوش فيه تلعبوا طريفه طريفه بزاف في السعوديه ما قدرتش نلعبوها برانا تسرد لي وكنت من ديالي جيت الحقيقه تكون بحال هكا يكون قلبها مدير بحال هكا علاش قلبها شي واحد الصوره زوينه الفرده كيشوف قلبها دابا واحد الصوره اللي هي تبغي يزرب عليها انا مشيت هذاك نهار باغي نتصاحب معاك راه كنهضر هو هكذا غير صافي شنو هي الطريقه اللي كتبين بها لشي واحد راك كتبغيه اش نقول لك سا تقول لها كاع احترام احترام انا متفقه بزاف مع النقطه هادي ما قلقوش زيد بيلو عاطفه اوكي بزاف الحوايج ولكن بصراحه هذه رساله لك والله هذه رساله لك والله حاملوا الدريات بحب وحنان والله طعفة مرة مرة الدراري والله والله أخوتي هذه نصيحة من عندي مرة مرة مشي ديما فاش تكون قود السوايع ما وي ما تحكرش مي زبدني لبدني وداك شي كلمة زوينة للدرية والله شي كتنفع شين هو كيطيل عطيفة وتشلى شين هو كيدوم الدريات بلا باقة ونتشلى تقع لي أنا كيتار الآخر سير هي القلوب كيرتاح زين بقى تعرفنا على شي ناس مؤخرا قلوب لا ارتاحوا مع قلوبهم هي فكرة يرتاح القلب الشوفة الأولى اوكي كاين واحد الناس اللي هما ما مقبولينش مقبولة بعد انا كل ما كنت مقبولة كما خليك معايا ماشي مشكل قوي ماشي مشكل هي مكتوبة بسلمية ملك شنو هي رد الفعل لقيتي الراجل ديالك كيخونك انا رد الفعل قول لها كنتفرج في بازوي جوغ ديالي هي غادي ندير نيكست بهدوء لان اصلا غادي يخسر فاش غادي يخسر مالك مالك شوف غادي يخسر هو فاش غادي يخسر مالك انا كنحتارمك وي كبيره في عينيا كبيره في عينيا انا بغيت نوصل لك واحد الرساله بلا تصنع بلا حتى شي حاجه انا دابا راجل كيك خنتك شنو المقابل ديالك ما غنمشي بحالي لا يمكن غنمشي بحالي لا جامي جامي كيف حالك؟ جاتك من الاخر عشيق وجه لي شي رسالة غنوجه لك شي رسالة تفضل انت واحد الانسان اونيك يعني ما كان كاينش جوج ديال الشناوة الشناوة كيضحك اش بقول لها الفرد صافي سي خسرتي عليا لو التكبير كبرتي بيه ماشي مشكل شي خسرتي عليا صافي سلامة في النفسية ديالك الوغ بالهضره مع يعني فيما كيبقى ليا شي مشكل خصني نفرغو يعني خصني نقول لوالديا خصني نفرغ داكشي باش يسكبوني والله نبقى غادا مزيان سينو ياك اه علاه ما كتفرغ غدا باش مي با تقدر معايا الخدام الاولى باش كيتفرغ على الشيء وي اه سيرو مسافر دروات شي سامه ديك الله قدرتي بحال تغوت
قلتي في حلقه غوتي انا تصوري ايوا كنت طايح على ودا كنت في البحر وتغوتي انا قال لي مشاكل انا مريض نفسي كنت طايح على ودا فرغت شي حاجه اللي ما كاينه الله اسمك الملاك الله انا عقلت واحد الشينوي اسمه ملاك بحال ديالي شكون هو الشينوي كتب عليا قال نتزوج بيه بصدق تزوج بوحده اخرى علاش انا بحال هكا علاش تقدري ديري بحال هكا جربي جربي راسك غوت زعما جربي غوتي صوتي لا عادي هضري عادي هو عادي والله هضري 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 قلت له 9 سير قلت له عندك 9 سير شي حاجه في قلبك قوليها ما تحشميش كاع هضري غوت زعما غوتي قولي اللي في قلبك قولي انا راه غوت ديالي ديال بحال الرجاله سير ماشي مشكل والله تبغي نسمع الصوت ديالك الصوت ديالي وانا حدد لها الصرع مسكين حدد لها الاسرع عكس والله تبغي نسمع الصوت ديالك الصوت ديالي وانا كنغني حيت الصوت ديال الملاك ماشي حقيقي انا بغيت نسمع الصوت ديال الملاك بلي انا ملاك دير مع علاقه وصاحبتي وكنت الله فيها وحنا طلعت لي الدمعه شوف رد الفعل ديالي شنو بغيت تقول بغيت نسمع ملاك كتغني لي بغيت نسمع ملاك لا أفر كتغني أفر لا أغاني داك الشيء تبقى شويه الصناعه بغيت نشوف ملاك انا كتغوت انا ملاك ميري 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 ضرب يدا واش راني راني عاوتاني راني واش راني بخير ما سخيتيش بينا ما سخيتش بيكم ياك ما سخيتش بيكم تسوليني ولا نسولك بدا انت بدا انا مرحبا يلا بدا 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 راني شنو غادي ديري ملي تولي مشهور هي نكون موديل هي نكون المهم انفلونسيز ولا شي حاجه بحال هكا شنو تقدري هذه ماي تايب دابا هذا هو التايب ديالك اخي قيصر بصح شي حاجه زوين عاد نفكر فيه خصك تفكري فيه دابا بقيتي شي وحده بحال هكا اخي قيصر حيت بدا تسمى الكاميرا خصك تفكري في واحد الحاجه اللي انت باغا توصلي ليها ماشي انسان عادي كيبان في الكاميرا دابا انت ربتي في الكاميرا وليتي مشهوره خصك تعرفي شنو هو الحلم ديالك وشنو هي موديل موديل في شي مارك في شي 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 براند ولا شي حاجه ديري لها تفاهه لا والو علاش ندير تفاهه تاكد عرفتي علاش عاودت معاك انايا اه حيت تقص فيك واش ضريفه لا 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 ما عنديش مع التفاهه احترمتك نقدر ننصحك شويه صحني تقدر دير سبور اه اين سبور سبور اي حاجه فيتنس ولا اي حاجه اي حاجه نكمل نكمل في الفروسيه حيت دابا انا حابسه واحد الوقيته المهم كنتمنى لك التوفيق فروسيه الله الله شكرا صاف سي نور الدين شنو هي البصمه اللي بغيتي تخلي في الدنيا البصمه الاولى نخلي الذريعه ديالي هما وليداتي يكونوا صالحين يدعوا معايا بالرحمه شوف مقود في الاجوبه ديالك على والديهم يكونوا مرضيين ثم يتزوجوا يكونوا الحياه ديالهم يعبدوا الله اذا ما تخليش حاجه اللي بوزيتيف اللي زوينه اللي تستمر لك في الدنيا هذه الذريعه غادي تبلون اللي ترحم علينا والحمد لله هادشي اللي كاين الحمد لله هادشي كي جاتك جود واعره واعره اوكي رانيا مرحبا اوكي رانيا المعنى ديال السعاده بالنسبه لك هي ركب فوق العود الخيل الخيل ركوب على الخيل out of context my mind went deep and deep and deep out of context الصاد جالس بوحدي ما عليا ما بيا قلت هاد النقطه دماغي دار هادي ما يتسالك عرفتي علاش دايره بالوصيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤونه لكم عليه الصلاه والسلام والخيل سي نور الدين سي نور الدين زين شنو هي اكثر تضحيه درتي على قبل شي واحد سؤال صعيب شويه صعيب صعيب مو بزاف قول لي واحد منهم ضحينا لقبل الوالدين ضحينا لقبل الاصدقاء ضحينا لقبل خوتنا كاين شي ناس صدقوا كاين شي ناس ما صدقوش في الحياه ماشي ديما كيصدقوا الناس ماشي قضيه الناس كيصدقوا الناس اصلا يصدقوا ما يصدقوش الاتهام منين جا يعني. فاش ضحيت على واحد المراه هي تضحيه المراه المسكينه ماس الله يرحمها الله يرحمها حنا نزيدو كنت له الهضره ولكن وليدها جاب ساكن ملي عرفوا الحقيقه وملي عرفوا شنو واقع وعرفوا القلب كيما هي ديال نور الدين الشينوي جاو كيعتذروا كيبوسوا رجلين حيت انا ما عمري اديت شي ود الناس ولا ما عمري اديت شي بنت الناس في الحياه ديالي انا حاجه وحده نقدر نضحي لها اي واحد ما كنبغيش الحقره ما كنبغيش شي واحد يتعدى على شي واحد ولا شي وحده ما كنبغي انت بغيت مساخيت كلمات كلمات صوتوا والديهم زين انا نقدر نضحي لهذوك مساخيت الوالدين نقدر نمشي عليهم السجن ما عنديش مشكل بسبيل الله علاش
حيت الوالدين كبده كبيره، الوالدين شي حاجه، الوالدين القلب الكبير، الوالدين تيبغوا لك اي حاجه تكون زوينه في الحياه ديالك، شي حاجه ما غير الوالدين عقدوا. تي فاكي باش تخدع هاد الصاد تصفر. وا اوت اوف كونتكست شيرو، شوف اوت اوف كونتكست شيرو، شوف جالس اوت اوف كونتكست شيرو با هو راه كلام جميل ويدير لي وشكرا. سمحوا لي بزاف على هاد شوف 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 ما غير الوالدين عقدوا. وشكرا سمحوا لي بزاف على هاد حيت هادشي فهمتيني سمحوا لي بزاف واخا تعصبت عرفتي ماشي هكاك تعصبت شويه حنا تعصبت لما تخلعيت اختي العزيز عرفتي علاش حيت هادشي الواقع فهمتيني اختي العزيز حيت اليوم اللي ولدونا ماشي حنا ولدناهم وخليو السؤال عندك قول لينا شي ما عمرك ما قلتيه في الميديا يكونوا عندك بزاف الاسرار وسكت كنعرف نسكت هذا هو السر ديالي زعما هذا ماشي شي سر زعما اللي سر واه هذا ما عاد حتى واحد يقول لك ما كاينش في العالم غادي يقول لك الهضره هذه انا السر ديالي هو السكت هو كان قرب لي عندك عميق شويه السر ديالي هو السكت يعني بعض القضايا اخرى بعض شي وحدين تيقول لي شكون اللي كيكتب لك السيناريوهات شكون اللي كيعطيك المعلومات ملي كتجيب هذه المعلومات ديال الناس الكبار الوالدين كيتفرجوا لك بزاف وكيتاثروا تيبكيو علاش حيت انا عشت مع واحد الناس اللي هما كبار شويه في السن واستفدت منهم بزاف وتاثرت. هما اللي ردوك هكا؟ انا رديت راسي بحال هكا. زعما هما اللي ردوك واعي و انا بالعقه والله تبعقه بالله في الاخلاق ديالو ولا هذا انا بنت كنستافد منه في الحركه ديالو الناس كيتفرجوا فيه في الحركات ماشي الهضره الهضره كلنا كنعرفوا نهضروا الحركات حيت الحركات ديالي بحال نقولوا راجل كبير خاص تيهضر معاك حيت انت ولكن هذا الشيء في الميديا ماشي بحال اضطر بحال فاس شوفي انا الميديا ديك صراحه على الميديا عندي بحال الواقع بحال الميديا حيت داك الشيء اللي تنقولوا تنقولوا تقدر حتى دابا في ريل لايف تهز بوطه وتجري بها اضطر بوطه هذيك البوطه راه رساله عاوتاني هذيك البوطه ما غاديش نخليو هذيك المراه اللي هي مراه واقفه نهار كامل في الكوزينه ركابتي عبر بالدم شكون هي الوالده ملي تقول لي الولد ديالك هي المرأة المغربية اللي مباوتنا كتقول الولد سير عمر البوطة ولدي كاين كيما تيجي تسخر تقول لأمو دبري عليا نمشي نتسخر لك ولا عطات أمو 100 درهم بوطة شحال دايرة أنا ما جبتش الثمن ديال البوطة عطيناك 100 درهم حيت كاينين شي أمهات ما كيتيقوش في ولياتهم تقول له سير عمر البوطة علاش؟ حيت لبسها عمر البوطة مستغفر ما يرجعش الوالدة وتحياتي المغاربه كامل ساتر بقودوا في التسجيل المستاجر شنو كيميزك على البنات الاخرين كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كيميزوا على البنات الاخرين الثقه في النفس الثقه في النفس زين سامبل كيعجبني داك الشيء العادي القيصر دابا كنعرفوك القيصر دابا انت كنحاولوا نفهموك من التايب ديالك البساطه بديت راك كذا بزاف ماشي مشكل تقبلنا منك سوري انا خسيت إلا قال لك أنا كنت ما نتسخرش فابور بحال الطايس السينو ردي سير النص كاين يعني نبي الله سبحانه وتعالى كنت خلصوا داك الشيء غاف من عند البراني ماشي من عند الوالدين ماشي شنو غادي ندير عرفتي هادشي كيعني حيت هادشي تيجي على غفلة آخر نهار في حياتي بقى لك نهار واحد في حياتك شنو غادي دير شوف آخر نهار في حياتك هو سؤال صعيب شوية مش غنقول زعما باش نتوضا باش نصلي ولا شي حاجه غنقول لك انا اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله يجعل البركه هذا جواب مغني هذا جواب لا واش غتبقى هذا النهار 24 ساعه وانت تقول اشهد ان لا اله الا الله راه غيعيش معاك 24 ساعه شهد فيها ماشي صوتك فيا انت قال لي ماشي صوتك فيا انت طرحتوا على بعضياتكم اسئله ودابا ما كنتي قلنا ماشي شي شي زهر الصاد ولكن دابا كنكتشفوا بك انت دابا انت غنختار ملك أو ثاني اختاري معك يا صاح مفكوش معك يا كمال عرفتي علاش اختاريتك انايا علاش؟ حيت العقلية زوينة وعقلية سبورتيف بحال عقليتي متيهمنيش هداك الشيء اللي دايرة في الجسم ديالك عادي المهم هي العقلية تبارك الله عليك تبارك الله فوق ما جات مرحبا بها انت راسل لك باللوفر شوف سي سيدي يحيى شوفي شوية الأجواء يا صاح
باش متلي معايا شي فيلم ديال كيك بوكسينغ. اه واي انا كنت باغا ندير هاد الشيء هذا ديال شي اصلا تكون معايا واحد الحصه ان شاء الله رياضيه ديالك سير صحيح حصه رياضيه الله الله الجائزه حصه رياضيه مع الشيلو.